بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا من هو بكل شيء بصير، يا حليم يا كريم يا من هو بكل شيء بصير، يا حكيم يا قديم يا من هو بكل شيء بصير، يا معيد يا مبيد يا من هو بكل شيء بصير، يا مفيد يا مدبر يا من هو بكل شيء بصير، يا منيع يا سميع يا من هو بكل شيء بصير، يا ظاهر يا باطن يا من هو بكل شيء بصير، يا هادي يا بادي يا من هو بكل شيء بصير، يا قادر يا مقتدر يا من هو بكل شيء بصير، يا قاضي يا عادل يا من هو بكل شيء بصير، يا فاصل يا واصل يا من هو بكل شيء بصير، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، يا الله يا الله يا الله، الأمان 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 من زوال الإيمان، يا دائم المعروف يا قديم الإحسان، ويا هادي المضلين إياك نعبد وإياك نستعين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، كذلك أخرج أيها الخلق أخرج بإذن الله، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا،
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم اللهم ارزقني من فضلك الواسع الحلال الطيب رزقا حلالا طيبا بلاغا للدنيا والآخرة صبا صبا هنيئا مريئا من غير كد ولا من من أحد من خلقك إلا سعة من فضلك الواسع فإنك قلت واسأل الله من فضله فمن فضلك أسأل ومن عطيتك أسأل ومن يدك الملا أسأل يا علي يا عظيم يا من هو بكل شيء بصير يا حليم يا كريم يا من هو بكل شيء بصير يا حكيم يا قديم يا من هو بكل شيء بصير يا معيد يا مبيد يا من هو بكل شيء بصير يا مفيد يا مدبر يا من هو بكل شيء بصير يا منيع يا سميع يا من هو بكل شيء بصير يا ظاهر يا باطن يا من هو بكل شيء بصير يا هادي يا بادي يا من هو بكل شيء بصير يا قادر يا مقتدر يا من هو بكل شيء بصير يا قاضي يا عادل يا من هو بكل شيء بصير يا فاصل يا واصل يا من هو بكل شيء بصير رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا الله يا الله يا الله الأمان 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 من زوال الإيمان يا دائم المعروف يا قديم الإحسان ويا هادي المضلين إياك نعبد وإياك نستعين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين
فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون كذلك أخرج أيها الطلق أخرج بإذن الله إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم اللهم ارزقني من فضلك الواسع الحلال الطيب رزقا حلالا طيبا بلاغا للدنيا والآخرة صبا صبا هنيئا مريئا من غير كد ولا من من أحد من خلقك إلا سعة من فضلك الواسع فإنك قلت واسأل الله من فضله فمن فضلك أسأل ومن عطيتك أسأل ومن يدك الملأ أسأل